السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبعافيه. اليوم رجعت وياكم ان شاء الله نكمل مواضيع الفصل الثالث، واحنا طلابي الاعزاء كملنا الجزء الاول من الفصل الثالث اللي هو الجزء الخاص بالاشتقاق، واتمنى تكونون ضابطينه، وهم اعتذر لكم مره اخرى على هذا الانقطاع لان احيانا تصدف ظروف تمنعنا انه نكمل، بس ان شاء الله المرة مستمرين وياكم، وان شاء الله من نهاية السنة احنا مكملين الكتاب، واهم شيء انتم ضابطين المواضيع اللي ماخذينها. احنا شرحنا لكم الفصل الاول كامل والفصل الثاني ايضا، وهسه بالفصل الثالث كملنا الجزء الاول من عنده اللي هو الجزء الخاص بالاشتقاق. لا تهملونا لان جزء مهم ويعتمد علي الفصل الثالث كله، لذلك اليوم راح نبلش بالجزء الثاني اللي هو الجزء الخاص بالمعدلات الزمنية، أو يسمونه المعدلات المرتبطة بالزمن، المعدلات المرتبطة بالزمن، وأحيانا يقولون المعدلات الزمنية المرتبطة، كلها تصح، وكل هاي الأسماء وردت بالكتاب. على كل حال، حتى أنتوا تحلون أي مسألة خاصة بالمعدلات الزمنية أو المعدلات المرتبطة بالزمن تحتاجون هاي الخطوات الخمسة، وإن شاء الله ما توقفون بعدها بأي سؤال يخص المعدلات الزمنية. أول خطوة من خطوات الحل يقول لازم نفرض المتغيرات برموز معينة. هذا معناته أكو عندنا متغيرات وأكو عندنا ثوابت، فإحنا راح نسوي أو نفرض العفو المتغيرات برموز معينة. وخلي نحكي شوية على سالفة الفرضية. احنا شنو راح نفرضه؟ مثلا اذا حسينا انه الحجم متغير فراح ننطي رمز معين، واحنا متفقين على رمز الحجم هو V، واذا حسينا انه المساحة هي المتغير فراح ننطي للمساحة رمز معين اسمه A، واذا حسينا انه المحيط هو المتغير فراح ننطي رمز اسمه P، والرموز متعارف عليها، ونصف القطر راح ننطي رمز R، والارتفاع ننطي رمز H، والطول ما راح نسميه L مثل ما أنت قلت، راح نسميه مثلا X، والعرض راح نرمز له Y. هذول كلهم إذا متغيرات إحنا ننطيهم رموز، أما إذا كانوا مو متغيرات فماكو داعي أنطي رمز، راح ألغي وجوده، لأن أنا شغلي على اليمن على المعدلات المرتبطة بالزمن والمتغيرة، لأن بالعادة أي شيء مرتبط راح يكون متغير. الخطوة رقم 2، بعد ما فرضت المتغيرات برموز معينة وانطيتها رموز وأسماء معينة، نجي نحاول نلقى علاقة أساسية. بالكتاب مسمين العلاقة الأساسية علاقة رئيسية، ايش يقصد بها علاقة رئيسية أو العلاقة الرئيسية؟ العلاقة الرئيسة أو العلاقة الأساسية هي علاقة تربط بين المتغيرات. طبعا هسه انت اكيد جاي تطرح سؤال تقول ليش هو هم اكو غير نوعيه من العلاقات؟ نعم اكو انواع من العلاقات. العلاقه اللي احنا نحتاجها هنا بالخطوه رقم 2 هي علاقه اساسيه او علاقه رئيسيه. تقول لي شنو هاي العلاقه الاساسيه او العلاقه الرئيسيه؟ العلاقه الاساسيه او العلاقه الرئيسيه هي علاقه تربط بين المتغيرات كلهم اللي انت فرضتهم. اها، يعني اذا العلاقه ما ربطت بين المتغيرات كلهم فتبطل تكون أساسية. إي نعم بالضبط، تبطل تكون أساسية وما نعتبرها علاقة أساسية. العلاقة الأساسية علاقة تربط بين المتغيرات كلهم اللي أنت فرضتهم، فلازم تتأكد من أنه هاي العلاقة اللي أنت جبتها هي تربط بين المتغيرات، وطبعا المتغيرات المفروضة. وبصراحة إحنا راح نواجه أكثر شيء مشكلة يعني لربما هي بالعلاقة هاي وشلون ألقاها، لذلك إحنا راح نخصص العلاقات اللي إحنا راح نستخدمها، وبكل فيديو مثلا ندرس فد علاقة ونحاول نحل عليها مسائل هواية. إذا ركز أنت لازم تجيب لي علاقة أساسية تربط بين المتغيرات اللي فرضتهم. زين، تقول لي هذا افتهمت، راح نلقى علاقة تربط بين المتغيرات، بس ممكن تقول لي العلاقة الثانية نوعيتها شنو؟ أخاف أخربط أني. لا، أنت إذا فهمت صحيح فمستحيل تخربط. ليش؟ لأن العلاقة الرئيسية أو الأساسية هي علاقة تربط بين المتغيرات اللي فرضتهم كلهم، خلص دخلهم بفد علاقة وانتهينا. تقول لي طيب، وبعد ما فرضنا أو لقينا العلاقة إيش راح نسوي بها هاي العلاقة اللي الأساسية أو الرئيسية اللي تربط بين المتغيرات؟ الخطوة رقم 3 تقول نعوض الثابت الدائم والعلاقة الثانوية.
بعد ما حصلت أنت على علاقة أساسية تربط بين المتغيرات كلهم اللي أنت فرضتهم، فيقول لك هنا أنت من حقك تعوض الثابت، أي واحد ثابت جاي تحس بي عوضه لأن أنا ما أريده، تمام؟ الثابت لازم يتعوض هنا، تمام؟ بهاي المرحلة بعد ما تلقى العلاقة. والعلاقة الثانوية يعني أخاف عندك علاقة صغيرة ما جاي تربط بين المتغيرات كلهم، فهم تتعوض هنا. إذن هنا بالخطوة رقم 3 لازم نعوض الثابت الدائم والعلاقة الثانوية. تقول لي هسه أوكي ثابت الدائم يمكن أنا فهمته، وحتى إذا ما فهمته بعدين راح أوضح لك يا أكيد، بس شنو هاي العلاقة الثانوية؟ العلاقة الثانوية هي علاقة تقلل من عدد المتغيرات. وين؟ أكيد بالعلاقة الأساسية. باوع لي أنا مثلا احتمال أقول لك ارتفاعه إيش يعني 3 أمثال نصف القطر يعني 3 R، هاي علاقة ثانوية، هاي تربط بين الH والR بس ما راح تربط بين المتغيرات الموجودة كلهم، تمام؟ فهاي العلاقة صغيرة نسميها علاقة ثانوية تقلص من عدد المتغيرات أو تقلل من عدهم. زين، أو أقول لك مثلا طول، وعلى سبيل المثال أنا جاي أفرض الطول X يساوي 3 أو 4 أمثال العرض يعني 4Y، فهاي علاقة ثانوية صغيرة يعني تقلص من عدد المتغيرات الموجودة بس مو علاقة أساسية تربط بين كل المتغيرات. سواحد يقول لي بالله خلي نفرض انه العلاقة الأساسية انه هاي العلاقة هي جاي تربط بين المتغيرات كلهم الموجودة، اقول له اي خلص اعتبرها انت علاقة أساسية. مو العلاقة الأساسية هي علاقة تربط بين كل المتغيرات، أما العلاقة الثانوية فتربط، أنا ما أقول لك ما تربط بس تربط بين متغيرات 2 لربما هيك تكون وتميز أنت بين العلاقة الأساسية والعلاقة الثانوية. هسه بعد ما فرضت ولقيت علاقة أساسية وقلصت من المجاهيل عن طريق العلاقة الثانوية وعوضت الثابت الدائم، فالخطوة رقم 4 يتم اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن. طبعا يا علاقة أكيد العلاقة الأساسية أو ما تبقى منها أو ما تبقى من العلاقة الأساسية يتم اشتقاق الكل بالنسبة للزمن. طبعا هسه أنت تسأل شلون نشتق بالنسبة للزمن؟ أقول لك اشتقاق مثل ما أنت تعرف مع بعض الملاحظات عليه، وهسه أوضح لك إياها. وبعد هالخطوة رقم 5 يتم تعويض المعلومات اللي عندك حتى تلقى المجهول. إذن يتم تعويض المعلوم لإيجاد المجهول، تمام؟ إذن بعد هاي الخطوات المهمة المفروض أنت عرفت شنو خطوات المعدلات الزمنية. لو تجيب لي أكبر سؤال بالمعدلات الزمنية أنا راح أحله وفق هاي الخطوات، فأنت إذا التزمت بيها فما عندك أي مشكلة بالمعدلات الزمنية وهي من أتفه المواضيع. طيب عندنا ملاحظات عامة حول هذا الموضوع اللي هو المعدلات الزمنية. بداية هو قال لي كلمة معدل، كلمة شنو؟ معدل اللي هي هاي راح نشوفها هواية بالأسئلة، كل شوية يقول لي معدل حكى معدل انطاني معدل إلى آخره. فهاي المعدل مرات قال أسمي لك ياها كلمة سرعة، قلت له ما تفرق يعني؟ قال لا 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 ما تفرق، فمن أقول لك سرعة أو أقول لك معدل ترى ما تفرق عندك، دير بالك. قلت له أوكي بس شون أكتب هذا المعدل؟ قال هذا المعدل يمثل أو يكتب بهالشكل هذا، دي اسم المتغير على ديتي. خلي هنا أعطيك أمثلة على هاي. ففرضاً أنا عندي المتغير هو X، تمام؟ معدل لهذا الـ X حينكتب DX على DT، تمام؟ فرضاً أنا عندي المتغير اسمه Y، معدل لهذا راح يكتب DY على DT، تمام؟ فرضاً أنا عندي المتغير اسمه V، معدله حيكتب DV على DT، تمام؟ زين فرضاً أنا عندي المتغير اسمه ثيتا، فمعدله حيكتب دي ثيتا على دي تي وهكذا. فالمعدل يكتب بهذا الشكل. عاد انت اريدك تميز هنا بين المتغير الاصلي وبين معدله، يعني من ناويش لما يقول لي طول انا بصراحه سئله واعيد علي اقول له عيني انت متاكد الطول هذا؟ اخاف معدل الطول. فاذا قال لي انه هذا طول اقول له مو هذا طول يعني اكس، بس اذا معدل الطول اخي ترى هاي دي اكس على دي تي، فشويه يعني ركز يا معود لا تروح تورطنا.
تمام؟ فأنتم شوية رأيتكم تركزون بين المتغير وبين معدله، معدل التغير ماله. فأني رأيتك تركز بين الحجم وبين معدل التغير مال الحجم، مثلا جاي يقل أو جاي يزداد فد معدل معين، بين الزاوية وبين معدل تغير الزاوية، تمام؟ فرايدك تركز أخي بين المعدل وبين البعد الأصلي. زين، بعدها هذا المعدل جاي يحكي لي عليه، يقول لي هذا المعدل يكون موجب، هذا المعدل بيقول لي أعوضه موجب إذا كان في حالة زيادة أو ابتعاد. فلما يكون هذا المعدل يدل على أنه جاي يتزايد، فأني أعوضه موجب، مو شرط أنه أقول لك زيادة دي. مرات يقول لي جاي يتمدد، تقول لي إيه يتمدد يعني جاي يزداد، بين قوسين يعني، مو تمام؟ خزان ماء جاي يصب فيه، عفوا خزان جاي يصب فيه الماء، أقول لك يعني بين قوسين جاي يزداد. فأنت بعد أي كلمة تدل على الزيادة تعوض لي هذا المعدل موجب. ويكون سالب إذا كان في حالة تناقص أو اقتراب. فلما جاي تحس أنه هذا المعدل جاي يتناقص يقل، مثلا يقول لي خزان من الماء يتسرب منه الماء، مثلا يتسرب منه الماء يعني جاي يقل. أحيانا يقول لي مكعب من الثلج جاي يذوب بالحرارة، أقول له إيه جاي يقل يا أخي. قال لي هو أنت بعد ميز بين هاي السالفة أنه جاي يزداد جاي ينقص، يعني على مدى عوضه للمعدل موجب او اعوضه سالب. حلو، بعدها قال لي جاي ينبهني، قال لي لما تجي تشتاق متغير بالنسبه للزمن، قلت له ايه غير نفس الاشتقاق العادي؟ قال هو نفسه، انا ما قايل لك لا، بس قال يعني حتى بس اوضح لك. فرضا انت عندك اكس تربيع وجاي تشتاقه بالنسبه للزمن، قلت له ايه غير 2 اكس يعني شو السالفه؟ قال لي هو انا ما قايل لك غير شيء اخي، بس اصبر حتى اوضح لك. قال بس اريدك ورا ما تشتاق تضرب في معدله، يعني في دي اكس على دي تشتق عادي، بعدين تضرب في المعدل. الار تكعيب مثلا تشتق عادي 3 ار تربيع، بس قال لا تنسى يعني تضرب بالمعدل دي ار على دي تي. قلت له حلو حلو ماشي. قال البي مثلا من تشتق، قلت له 1 هذا. قال ايه بس تضرب في المعدل ماله حيصير دي في على دي تي. الأربعة H لما تيجي تشتقها حيكون 4. قلت له إيه واضحة أنا أعرفها 4. قال إيه بس لا تنسى تضرب بمعدلها دي H على دي تي. ساين ثيتا لما تشتقها اشتقها عادي كوساين ثيتا، بس قال لا تنسى تضرب بمعدلها دي ثيتا على دي تي. وهكذا بالنسبة للمتغيرات البقية، دي يقول لك اشتق عادي بس أضرب بالمعدل مال التغير. يعني الشغلة الأخيرة هنا دا يوضح لك أيضا أنه سنتيمتر ومتر مثلا هاي الوحدات لما أشوفها هذا بعد واحد أبعاد معينة. شنو يعني بعد واحد؟ يعني مثلا طول، عرض، ارتفاع، يعني بعد واحد فهد حركة وحدة. أما لما أشوفها سنتيمتر تربيع ومتر تربيع فهاي وحدات مربعة، يعني تدل على أنه أنت جاي تحسب مساحات، أو هاي الوحدة وحدة مساحة باعتبار بها طول وعروض، يعني ارتفاع وطول إلى آخره. أما إذا شفنا الوحدة فوحدة مكعبة فأقول لعيني ترى هاي وحدة مالت حجم، يعني وحدة حجوم. فركز يعني على الوحدات همين على مود نميز أحيانا عن طريق الوحدة، ولو أنت المفروض تميز بين الحجم والمساحة عن طريق السؤال، يعني فهمك للسؤال. مع هذا أحيانا طالب ما يقدر يميز إلا عن طريق الوحدة، فيجي باوع على الوحدة لما نشوفها تكعيب يقول هاي حجم، أو لما نشوفها مثلا سنتيمتر يقول هذا بعد واحد، لو طول لو عرض لو ارتفاع، أو لما نشوفها مربعة يقول هاي وحدة مساحة. رايدك عزيز الطالب أنه تركز لي على هاي خطوات الحل، ويعني ما أدري شو أقول لك عليها، كلش مهمة. أنت أصلا كل أسئلتك بالمعدلات الزمنية تعتمد على هاي الملاحظات، فيعني ما أبالغ لما أقول لك أنه هاي الورقة هي كل شيء بالمعدلات الزمنية. فرايدك تركز عليهم زين إن شاء الله. بالفيديو اللي جاي راح أوضح لكم القوانين مال الأشكال الهندسية، حتى أنت ما تكون يعني عندك مشاكل بعد بالقوانين، وبعدها نبدي نوضح لكم المعدلات الزمنية. ورايد هنا أيضا أنبهك تنبيه صغير أنه إحنا مشكلتنا حقيقة راح تكون هي كيفية إيجاد العلاقة الأساسية، والعلاقة الأساسية هي إحنا عندنا 4 علاقات من عدها بين قوسين، 4 ملاحظات راح نحاول نلتزم بيها، ونحاول بكل فيديو نوضح لكم نوعية من أنواع العلاقات اللي عندنا.
رايدك تركز على ذولي، ورايدك ايضا اخي العزيز انه انت يعني لازم تدعم القناة، تعتبرها قناتك، بحيث انه انت توصلها لكل الطلاب حتى الكل يستفاد، وبنفس الوقت احنا نحس اكو طلاب جاي يتابعوننا ويستفادون من عندنا، حتى يصير عندنا واهس اكثر انه نقدم لك كل شيء موجود بالكتاب، واي ملاحظات او اي شيء ما نبخل عليك بشيء، واحنا ان شاء الله ما نبخل عليك دائما، حتى لو نعرف طالب واحد جاي يتابعنا، المهم انه بقيه الطلاب هم يستفادون، وهذا اللي ردت اوضح لكم اياه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.